السلام عليكم حضرة. اليوم عندي عرض، في عندي مول كامل. المول 100% مؤجر، طبعا فيه كل الماركات، يعني احكي من ستاربوكس لإلسي وكيكي لماكدونالدز ليو اس بولو لكل هاي الماركات المشهورة، مانجو، كل هذه الماركات المشهورة العالمية، سواء ملابس ولا أكل ولا إشي كتير. يعني حتى في بقلب المول سينما، في بقلبه صالة أطفال، صالة رياضية، في كتير شغلات، هاي كلها مؤجرة. يعني المول ما نو فاضي نهائيا، ما في حتى محل صغير فاضي. المول هاد اللي فيه تقريبا ثمنه 575 مليون ليرة تركي، وهذا المول بيرجع فلوسه خلال 12 سنة. يعني هو حقه 575 مليون، بيرجع فلوسه خلال 12 سنة. يعني إذا بدك تعرف قديش أجاره الشهري الصافي، بتقسم على 12، بترجع بتقسم على 12 مرة تانية، بيطلع معك بالشهر الواحد قديش بيتأجر. العلامات التجارية اللي فيه كلها علامات، ما في ولا علامة وحدة بتوقع فيه أقل من 5+5، وأقل علامة فيه فايتة وعاملة ديكور ومتكلفين، فما بيطلعوا هدول بهالبساطة. طبعا هذا المول هي فرصة مو كل يوم تجي. المول موقعه كتير ممتاز في العاصمة أنقرة، يعني إمكانية البيع، المول مو معلن للبيع، نحن بنعرف أصحابه والزلمة طالب فيه هذا السعر. اللي المشتري الجادي يكلمني وإن شاء الله يكون فيه خير.